السلام عليكم. كان جاني سؤال يقول لشراء قلمين وخمس كراريس دفعت 185 دينار، ودفعت بشرى لشراء 3 أقلام وأربعة كراريس 155 دينار. ما هو سعر القلم الواحد وسعر الكراس الواحد؟ هنا في هذه الحالة راني نشوف باللي موجود مجهولين، إكس اللي هو سعر القلم، وإيغراك اللي هو سعر الكراس. هنا هاد الجملتين نكتبهم في شكل جملة معادلتين. عندي بالنسبة للأولى اللي هي 2x نتاع قلمين زائد 5 كراريس زائد 5 إيغراك تساوي 185. الجملة الثانية تقولنا ودفعت بشرى لشراء 3 أقلام 3x زائد 4y يساوي 155. هنا لحل هذه الجملة يجب التخلص بين x أو y. هنا نقوم بالجمع بطريقة الجمع، طريقة الجمع. هنا في هذه الحالة خصني نتخلص من اكس ولا من ايكس، معناتها هنا خصني المعامل هذا والمعامل الثاني ينعكسوا في الإشارة ويكونوا عندهم نفس القيمة باش نقدر نحذفهم. معناتها هنا واسمنا نضرب المعادلة الأولى في 3 ونضرب المعادلة الثانية في ناقص 2، نضرب كل المعادلة. هنا تصبح تصبح لدي 6x معادلة أولى زائد 15y تساوي 555. المعادلة الثانية تصبح ناقص 6x زائد ناقص 8y تساوي ناقص 310. طرحنا نضربو، هنا نضربو كل المعادلة بطرفيها الاثنين، الطرف الأول نضربوه في 3، الطرف الثاني نضربه في 3. في المعادلة الثانية نضرب الطرف الأول في ناقص 2 ونضرب الطرف الثاني في ناقص 2، تصبح الجملة بهذا الشكل. هنا نقوم بالجمع، هنا بالجمع نجد هنا عندي بالنسبة 6 زائد 6 ناقص 6 تحذف، جينا هنا زائد 15 إيكراك ناقص 8 إيكراك تعطينا بيناتهم 7 إيكراك، وبالنسبة 555 ناقص 310 تعطينا 245. معناتها هنا إيكراك يساوي 245 على 7، ونلقى هنا في الأخير 35. بعد اللي لقينا إيكراك تساوي 35، إيكراك تساوي 35، معناتها هنا لقينا إيكراك، يبقى لنا إيجاد إكس بالتعويض. هنا بالتعويض نجد إكس في إحدى المعادلتين. نختار كمثال المعادلة الثانية اللي هي 3x زائد 4y تساوي 155. هنا 3x تبقى 3x في حين 4y هي 4 في 35 تساوي 155. بعد نأخذ 3 تبقى لي 3x زائد 4 في 35 تعطينا 140 تساوي 155. هنا 3x تساوي 155
ناقص 140، في الأخير تعطينا 3x يساوي 15. أخيرا نوجد أنه x يساوي 15 قسمة 3 وتعطينا تساوي 5، معناتها هنا x يساوي 5. ومنه سعر القلم الواحد هو 5 دينار، وسعر الكراس هو 35 دينار. نبدأ من حل الجملة اللي هو 35. هذا بالنسبة لإكس، هذا بالنسبة إيغراك، وشكرا، صحفتكم.